توت توت. ايه بس اطلعوا العبوا برا، ما فيش حد يلعب في المطبخ. معلش يا ماما، سيبينا نلعب هنا، عايزين نلعب كتار جنبك. لا يا حبيبتي، خاطر اللي يلعب في المطبخ، البوتاجاز بيشتغل وفي نار هنا. طب لفة واحدة بس. انا بقولك خدي صحبتك واطلعي العبي برا. اوكي يا ماما اوكي. يلا يا بنات نلعب 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 نلعب. نبدأ بقى نطبخ بتركيز. ماما تبقى انا جعانة تبقى انا جعانة. حاضر يا حبيبتي، 5 دقايق ان شاء الله والاكل يكون جاهز. انت حبيبتي يا لوكا. ايه ده اللي بيجرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فين الفرخة؟ فانا خلاص هتجنن. ادخلي يا حبيبتي الحلة، الله يهديكي. هي الفرخة بتطير ولا ايه؟ الفرخة بتطير. الحقوني يا ناس اللي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انت صحيه ولا ميتة؟ انت بتطير ازاي؟ انا خايفة جدا. الحقني يا احمد، الفرخة بتطير. فرخة ايه اللي بتطير؟ انت مربية فراخ في البيت ده ولا ايه؟ الفرخة اللي احنا اشتريناها النهاردة وانا بطبخها في المطبخ لقيتها بتطير من الحلة. ما شاء الله، ايه الكلام الجميل ده؟ انت مش مصدقني، تعال شوف بنفسك. يلا بينا نشوف الفرخة الطائرة. ويلا بينا ليه؟ بص فوق منك، اهي جت لغاية عندنا. ايه ده، انت بتهزر لي طبعا، ايه اللي بيجرى ده؟ انا بهزر، الفرخة بشكل ده من ساعة محطتها في الحلة وانا بصرخ في المطبخ ولا حد فيكم سامعني. انا ما سمعتكيش والله، بس دي حاجة غريبة فعلا. يعني ايه الفرخة بتطير؟ الفرخة مدبوحة ومنظفة، انا شايفها. انت بتعمل ايه؟ انت هتركب على الكرسي؟ لا دي جايالي انا بقى. انت هتركب على الكرسي، انا هركب على الترابيزة. ابعدي مني يا فرخة ابعدي. هشي يلا امشي. انت بتهشي دبانة؟ ايه هشي دي؟ طب اعمل ايه يعني؟ اتصرف. ما شاء الله، دي شكلها جايالي انا. واو، الفرخة شكلها بتحبك قوي. شوفي، دي قتلي انا. احنا لازم نتصرف، لازم نعمل حاجة. طيب قول نعمل ايه؟ هنفضل واقفين هنا طول العمر؟ اشغليها انتي وانا احاول اتصل بالشرطة. انا مش محتاجة اشغلها، هي جايالة انا اصلا. يا ماما الاكل استوى ولا لسه؟ I'm hungry، انا جعانة، عايز اكله كله. نم. هو ايه ده؟ ايه اللي بيطير ده؟ ايه ده؟ الميكرا. ده الاكل هم النوم يا حبيبي. ده يا ماما ده الفرخه بتطير، انا خايفه جدا. انا هتصل بالظبط مصطفى يفهمنا ايه اللي بيجرى بالظبط. يعني ايه الفرخه بتطير؟ اكيد في حاجه غلط. الو، السلام عليكم، عامل ايه مصطفى بيه؟ احنا النهارده عندنا لغز خطير، محدش هيحله غيرك. 10 دقايق ان شاء الله هيكون عندنا. كويس، هوصل بسرعة. أنا سمع صوت سيارة الشرطة. أهلا يا مصطفى بيه، أسفين على إزعاج والله. لا أبدا، ولا إزعاج ولا حاجة ولا يهمك. شفت يا عمو الفرخة اللي بتطير؟ هو في فرخة بتطير يا كتكوتة؟ اتفضل بقى، شوف الدف اللي جاي لك من فوق. ده شكل الحكاية بجد ولا إيه؟ أنتوا الفراخ عندكم بتطير؟ مسكها يا عمو، أنا خايفة. أكيد في حاجة غلط، إحنا لازم نعرف السر إيه. أعرف السر براحتكم، المهم أن تنقذونا من دي عفريت دي ولا إيه؟ الله يا أستاذ أحمد، أنا وإنت نمسكها إحنا الاثنين كده مع بعض. الحقوني، أنا خايفة. ساعديني يا ماما، ساعدني يا بابا. وقفي إنتي وماما على الترابيزة وأنا وعمو هنحاول نمسكها. أنا هروح من اليمين وإنت تروح من الشمال، إحنا هنحاول نمسكها بقى. لا، انت من اولها كمان، انت هتركب على الترابيزة. تعالي هنا يا فرخة انتي، يانا يا انتي النهاردة. ايوش، احنا بينا ضرب كمان؟ والله ما نسيبك النهاردة. احنا اسفين. تعالي هنا يا حلوة، مسكتك ده انا هنتقم منك اشد انتقام. اما مسكها. احنا متشكرين جدا، احنا مش عارفين نقولك ايه. انا ما عملتش غير الواجب، بس احنا لازم نعرف ايه هو السر.
الو، وعليكم السلام، ازيك يا معلم فراق؟ ايه انت بتقول ايه؟ ازاي ده حصل ده؟ تخيل بتاع الفراخ بيقول ان ابنه حاطط في الفرخة العربية الريموت كنترول اللعبة بتاعته. الولد كل ما يدوس على الريموت الفرخة عندنا بتتحرك. يا بابا بصي يا ماما، لقيت ايه جوه الفرخة؟ ها 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 ها.